الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمانان بارز لباس كردني سنيتي مع مل كردني قرآن وإسلام لقل ملف دوسي داراي ومالدا كباس اقتصاد أبوري إسلام أما جبئ أكال قرآن لفرمودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اقتصاد دارائي وملف مال تنتاي بدمن ديشي هنك قرآن باسي أكات يكم من باس كي اقتصادي شي ربانية بواتاي رتاو كردني همو أولى ناني كفروردقار جل جلاله باسي أكا سلا ببرهنانو سلا بكار بردن وهروها تلا توزيع كردن همو أولانانا أبي كسي مسلمان ومجتمع كوملقي مسلمان رتاوي بكا لما مالا كردني تايبد من دي دوامي اقتصاد دارائي إسلام كباسي أكاد بوني أخلاق لغر أو اقتصاد دارائي كمروف ما مالي لغر أكال روجانه دا برئيزة كانوا زور زار او اغوتريت كتسقي غوران كاريكان اقتصادا كبشغل فلسفات الزلزوي لبوي اروات بلان تسقي غوران كاري لميجو خودي مروفا اگر مروف غوردرا او كات ازاني چون بس شيوازك معامله لگر دوروبري اكا بوي پروردگار جل جلاله افرمي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم كواتا تسقي غورانكاري لسرزوي خودي مروفا أبي بيرو باورو وشيوازي ما ملكردني مروف لعقلو لهستو لإيمانو لدلي دا بغوري بو أوي أو ما ملاني بغوريت بو يهيت كاتيك إسلام فصلناكا زياوازيناكا لنيوان اقتصادو دارايو لقر أخلاق بواتاي أوي هيت كاتيك إسلام ريقا بوانادا مروف لپینا و بدزهینانی بر جواندی دارایکان و بر جواندی مال هرچی سنور و روشت و بها برزکان هی بی بزینی تنها بز بو اوی بگات مال و سروت و سامان بویا لإسلام دا کسی مسلمان و تاچی مسلمان بکیف خوی آزاد نیه چه انتاز اکا و چه و بردینی و چه معاملیک اکا مجتمع کوملگای مسلمانانش به همان شوا آزاد نیه لوی که هر شتیگ و ببر بینید با کیفی خوی بی و خدای گور سبحانه و تعالی حدود و سنوری لبودانه نابید تمشای او نمونانه بکن که قرآن زور بجوانی آماجی پی اکاد با وی که ناکریتو نابید بها بر زکان و روشتا جوانکان لجر په بندرین لپیناو دارایو اقتصادو بده زینانی مالو سروتو سامان دا لپیش اسلامو هتا سالی نوی هجریش خلق اتو حجو ولدوری کعب اصوراوا لسالی نویم وکولا صحی بخاری دا هاتی ابو هریره افرمه ولپاشن که امام علی انیری پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمه نابی کسی مشرک وكسي كبروتي لدوري كعبدا بصورة توا منع أكريت قرآن أوكاد كسوري التوبة دا بزي أفرمي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نزيق بيتي حرام نكونوا لدواي أو صالدا منع كردني هزاران خلق لويك بيت كعبا گورترین ضرری دارایی هی لبروی او همو خلک کده پاره صرف اکا خلک که لعین تجارت و بازرگانی ابو جیت و بلام لبر اوی لسر حسابی ایمان لسر حسابی باوریا ناکره مروف او لعین دارایی او اقتصاده لبر ساو بگری
بوي الراست وخوفر ورديقال لدواي أو آية أفرمي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلي أجر لها جاري بترسين بوي كاتك كخلشيك منع أكري لهاتني لبو كعبا أجر لها جاري ولا يني داراي بترسين خايبر ورديقار سبحانه وتعالى دولة منتان أكا بواتاي بديلي ترتان لبودا أني كواتا مسلمانان بكيف خويا نيا لبيناو برجوان دي داراي كان همو قيمو بها برزكاني لبيناو دابنين حالتي دومت مشاكن كقرآن أما جي بي أكا أو كاتيك إسلام هاد بيش إسلاميش جارية هبو كساني برجوان دي خواس خلقاني كان لبردز دابو كاتي ككاريان بي أكردن ضريبين لور أكردن لمقابل دا حتى وايلي هاتبو كأو كساني لبردستيان بوكاري بدروشتيان بي أكردن بس تنها لبو أوي كمالو سروتو سامانيان بيتدست وكو باقي أو باندا بدروشتياني كيستا مروفايتي بكري أدنو لبيناو دا باريان بي ور أكرن بلام قرآن أفرميت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أفرميت وبزيل سرك سكان مكن أوانيك لبردستانا بو أوي كاري بدروشتيان بيبكن لمقابل دا مالو سروة السامان وربقرن كواتا بدز هناني مالو سروة السامان لسر حسابي برجواندي ولسر حسابي بزاندني أخلاق روشتكان قرآن ريغي بي أقري وناكري ونابي أوكار أنزام بدريد نموني سيمك قرآن أما جي بي أكاد لحرام كردني عرق أو عرقي كدروس أكرا خو أقر عرق حرام نبا أوكاد تندها مزرعي تري وخرما زور زياتر أبو تندها مصانع ومعمل دروس أكرا تندها خلق توشي كار أبو ومنفعتي بشق لمنفعتي ما ديشي تدايا لبو خلقي شي دياري كراو بلام لبر أوي الزرري عرق لسر تاك لسر خيزان لسر كوملقا همو لا ينكاني مجتمع كوملقا تيك أشيني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كريقي لي أقريب أو أولى أنا لسر حسابي أخلاق روشت بهاي برز إسلام ريقا بينادا لا يندارا يمال بدز بيد بوي أفرمي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس منفعتي الشخصي وكسايتي هندي اشي تدايا بلام الزرر وزياني زور زياترا لبو تاكو لبو خيزان ولبو مجتمع كومالغا بوي اسلام ريغي في اجري وريغي نادا بوي كسي تاجر كسي بازرغان هر كسيك هر كاريك وهر كاسبيك اكا لهر بواريك جيان ناكرت سنوري روشت اخلاقا كان ببزيني تنها لبو بدز هناني مال او زموادي يكسباير ديني او زللايني درمان او كواليتي خراب ديني ايشي خراب لبو خلق اكا هر كارو شوازك ايكا لبتسوكترين تاكو قورترين يان ناكريتو نابي لبيناو بدز هناني مال سنور الروشت يكانو اخلاقي يكان ببزيني بو او يزللو زيان بمجتمعو بكو ملقادا بقات تايبد من دي سيمكا قرآن اما جي بي اكا مال اقتصاد دارائي لإسلام دا إنسانية بواتاي أوي ماناي مروفايتي رتساو أكا هدف آمان زي اقتصاد وبواري دارائي خوش كردني جياني خلقا نوقت يقداني خلق بويا فالوردقار جل جلاله أولا أنا نمان كلبو باس أكا أفرمي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أفرمي جياني باشي بي أدين لو أنا بقول لي أولاني معنوية بلان فالوردقار جل جلاله لشويني تر أفرمي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أفرمي كاتق رتساوي دينداري وسنوركاني خدا أكن جل جلاله أفرمي بركاتي آسمان زويان بي أدين بوية لها مولايني إسلام دا بتاي بدل بوار داراي كي فروردقار أفرمي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات
تنها شتە پاکەکان حەڵاڵن و یەکێک لە تایبەتمەندی پێغەمبەر ئەفەرمێ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بو يشتبا كانيان لخواردن لخواردنوا لزلكو برق لخاني وزيقاو ريقاو حتى مركبو سواريش همو أولاناني كباكن إسلام ريقاي في أدابو أو مروف بلان بوشي وازي كبر ورديقار جل جلاله باسي أكاد بدز بيت تايبد من دي تارم اقتصاد دارائي إسلام اقتصادي شي وسطا نأوتا أو اندفر دولمند أكا أو تاك دولمند أكا لسن حسابي مجتمع كومالقا وكو نظام وياساي رأسماليات أيكا نوك فرد تاك بفوتيني لسن حسابي مجتمع وكو اشتراكيات أيكا كتي أودو فلسفانة دواي إسلام بيابون بلكو إسلام لبيشو زور زوتر لاني وصيتي اعتداليتي قرتي تبر لويك هم مراعاتي تاك أكا هم مراعاتي مجتمع وكو ملغاش أكا بوية الظلم لهيت كسي چاناكا بوية إسلام هيت كاتيك لگر أو كسانا نيا كاتيك كدنيا لجير بيان أنينو ألين دنيا همو خرابي و أبي خوماني ليدور بگرين بهماشي ولگر أو كسانا جنيا كاتيك كدنيا أبرستن وهمو برجوان ديكاني مروفايتي بلا أنين تنها لپينا و دولة منبونو بدا زيناني مالو سروتو سامان بلکو ڕێگایە چی وسط ئەگری تەبەر تەمەشای ئەو ئایەتانە بکەن کە پەروەردیگار جەل جەلالوهو باسی ئەکا ئەفەرمێت فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة باسی ثواب دنیا و ئاخرەت ئەکات کە بە کەسانی بڕوادار ئەیداد یەکێک لە مەدح و ثنائی ئیمانداران کە ئەیکا ئەفەرمێت ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لدنيا ولقيامة داواي تساك أكا نكتنها لقيامة دنيا ببيج بيخيد بو يتمشاي أو دعاي پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام أي فرمو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي أي فرمو أي پروردگار هم دينم كباريزري من پارێزەری دینی منە لە بۆم چا بکەی و هەروەها دنیاش کە معاش و ژیان و معیشەتم تێیدا هەیە بۆیە ئەو کاتەی کە دایکی ئەنەس دێتە لای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام وەکو لە سەحیح بوخاریدا هاتیە ئەفەرمێ ئەوە ئەنەسە دوعای لەبوو بکە ئەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام پێغەمبەر کە دوعا لە بۆ ئەنەس ئەکا ئەفەرمێ اللهم ئەکثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته أفرمي أي پروردگار جل جلاله مالي زياد كي من دالي زياد كي وبركتش بيخ أو مالو من دالي كبي أدي أجر مال أجر سروت سامان خراب باتسون پیغمبر دعا لبو أنس أكا بو يكا كسيك ديتا لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وبي ألي كيف أقول حين أسمع ربي حين أسأل ربي تبرم كاتي كبرسيال دعاء كم لا پروردگار جل جلاله پیغمبر أفرمي عليه الصلاة والسلام بي علي قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني باسي مغفرته لي خوشون باسي رحم بالرحمة إخوة باسي عافية باسي رزق أكا پیغمبر أفرمي عليه الصلاة والسلام فإن هؤلاء أو تساريان بيكوا تجمع لك دنياك وآخرتك أفرمي الدنيا وقيامت لبوكو أكاتوا كوات خير دنيا وقيامت بأدا بوي أويك إسلام أي قريت بر لولا يانانو لو قيامو بهاو لو تايبد من دياني كمروفي مسلمان وكوملقي مسلمان أبي رتاي بك كاتي كما ملا لقر ملفي داراي وملفي مالو وبواري اقتصادي وداراي أكا أو ثرواتاني كقرآن آما جي بي أكا بو ئەوی مجتمع و کۆمەلگا کاری لەسەر بکا کۆمەڵێک شتی زۆر گرنگن بە پشتیوانی پەروەردگار جەل جەلال و لە وتارەکانی داهاتوو باسی ئەکەی یا ڕەبی خودایەت ئەپاڕێینەوە بەناوە جوانەکانت لێمان خۆش بێ عەفومان بکەیت خۆشبەختمان بکەیت لە دنیا و لە قیامەتدا سەعادەتی خۆت لە دڵ و دەروون و خاو و خێزان و ماڵ و منداڵ و خاک و وڵاتمان جێگیر بکەیت یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی خودایەت ئەپاڕێینەوە بەناوە جوانەکانت
خدایا عفو لی خوشبونی خود بسر همو من دابرجی رحمت و بزی خود بسر همو من دابرجی سکینه و آرامی و اطمینان بسر دل و درون منو خاک و لات و مال و من دال و خاو خیزن من دابرجی یا رب العالمین یا ربی خدا هر کسی که نخوشی شفای بده یا ربی خدا هر کسی که نخوشی شفای بده یا ربی خدا اوی داوی دعا نکدین لبون خوش کان یعنی یا ربی خدا شفای بده یا الله يا الله يا الله راجلا ومن بكي لسر إيمان وعملي صالح يا رب العالمين أوي هدايتك في بخشي وهدايتك كي بردوان بكي وثابتي بكي يا رب العالمين أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وصل اللهم وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصيكم بوصية الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الأمن والأمان والاستقرار في كردستاننا وبلادنا وسائر بلاد الأرض. اللهم واجعلها رخاء سخاء آمنا مطمئنا وعامرا بالإيمان. اللهم رحمتك وغفرانك وحفظك وبركتك على من أنشأ هذا المكان وعلى أهليهم وعلى من ساهم في إنشاء هذا المكان وعلى من يساهم في إنشاء هذا المكان وعلى من خدم ويخدم هذا المكان ومن يقيم فيه بالصلوات ويعمره بالعبادات. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.